un match qui a suspense. On a mané, on était dans une bonne dynamique pour la première mi-temps. Le but il a été contre le courant du jeu. Au lieu de ce qu'on a fait, on a déjà. On a reçu un but pratiquement à la fin de la première mi-temps. Le Morel, quand même, on a pris un petit coup. On a joué avec quelques joueurs. Le Mania, ils avaient quelques problèmes de muscles. On a pu faire nos changements. On est resté patient. On a poussé. On a une bonne solidarité, un bon mental. C'est ce qui nous a permis au Mania de revenir au score. Et donc, pour ça, on a quand même un club très bien organisé, avec Mania de bons éléments, qui nous a posé beaucoup de problèmes. C'est clair, on s'est exposé au contre. Mais c'est la loi du jeu. Hein. Heureusement, Mania, on a montré qu'on est revenu au score. On a poussé, on a mis encore le deuxième but, par la volonté, l'envie de bien faire, l'envie de ne pas décevoir, que ce soit le public, que ce soit les gens qui nous ont fait confiance. الحمد لله يا ربي اليوم وفقنا ربي في غادي ما كان صعب وين كنا خاسرين في النتيجه وعاودنا دومينينا على اللقاء عاودنا رجعنا اللقاء الحمد لله ما وين ماركينا في الدقائق الاخيره هذه هي روح المجموعه وهذه هي الواجهه ان شاء الله ربي يوفقنا في قادم المواعيد ونكمل هذا ان شاء الله. الحمد لله راك شفت ما جاش بالساهل وين اللي جوا حطوا كاع ما عليهم وراك شفت لابروف الخدمه نتاع لي زونترينور والخدمه نتاع الاداره داكشي تحت الدار يمينيت ماركينا والحمد لله وانا بهذا الشيء هذا الفوز لهذا الشعب كامل اللي عاوننا من الدقيقه الاولى حتى الاخرى والحمد لله على لا فيكتوار يعطيكم الصحه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب لا فيكتوار هذه خلاتنا تعبنا عليها 39 دقيقه خاسرين بالميتو نونتاني بالميتو خاسرين 1-0 يعني ولينا دوزياميتو بعد التعليمات تاع المدرب الحمد لله يا ربي وفقنا ربي ماركينا دو بوت جبنا بيان فيكتوار دوزيام بيت جوسكا لا ديرنيير مينوت الحمد لله يا ربي وفقنا رب العالمين وجبنا لي تروبو هادو ما صورا باش نبريباريو لي بروشان ماتش ان شاء الله اليز ان شاء الله بير مانتينا بلو بوسيبل ان شاء الله لا فيكتوار لا فيكتوار دينا دوال كاع الشعب اللي جا من اخبو باش يعاوننا وكاع الولايات تاع الجايه باسكو اولمبيك اخبو بريزونتي كاع الولايات تاع الجايه ماشي غير اخبو برك وان شاء الله مازال نزيد نفرحوا الشعب هذا ونفرحوا لا ديريكسيون ستاف تكنيك ستاف ميديكال كاع الولايات تاع الجايه ان شاء الله تزا ان شاء الله. المقابله مليحه كان تقريبا الفريقين ادوا كما نقولوا مرض طيب لكن الشيء اللي حير الامر هو ان التحكيم صراحه خلي هو الضمير نتاعو الفريق نتاعنا كان مسيطر الشوط الاول والشوط الثاني اداو ما عليهم اللاعبين وتلقى الحكم بعض الاحيان يكسر لك كما نقولوا العمل تاعك هذا الشيء اللي ما نطلبوش كرة القدم الجزائرية باش تحسن حنا لابد يكون التحكيم اول عنده حماية نوعا باش يقدر يؤدي المقابلة نتاعه بأريحية حنا كما نقولوا الفريق نتاعنا واللاعبين مشكورين على الأداء نتاعهم قدموا ما عليهم داروا كل شيء لكن يخلي الضمير مع الحكم هو الضمير تاعه خطر نشوف كما نقولوا يزيدك في سبع دقائق كما نقولوا في المقابلة هذا الشيء اللي ما يتقبلهاش لأن ما كانش توقفات كثيرة حنا واش نقولوا الفريق الخصم نقولوا بصحته حنا كما نقولوا حظ موفق إن شاء الله في المقابلة الجاية ولكن كما نقولوا التحكيم نخلي المنظر معاه نقولها بهذا المنظر أن نخلي هو ضمير تاعه الخطر أخطاء صراحة اللي كما نقولوا كانت تغير في مجرى المقابلة. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.